أمر أتحول في ذات السياق إلى الناشط السياسي الطالب علي سالم، وينضم إلي عبر خدمة سكايب. مساء الخير أستاذ طالب علي سالم. إذن يعني سياسة جبهة البوليساريو هي ربما من تدفع المغرب لحماية أمنه ومصالحه إن صحت الأنباء الأخيرة، ما الذي من الممكن أن نتوقع من الجبهة ومقاتليها في هذه المرحلة؟ السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. في البداية أعتقد أن كل هذه الصفقات المتسارعة من طرف المغرب مع إسرائيل هي فقط عناوين إعلامية أكثر مما هي صفقات ملموسة ذات طابع ملموس على الأرض. فالمغرب وكذلك إسرائيل فشلوا في الوصول إلى أهداف اتفاقية إبراهيم، فالقضية الفلسطينية كما نرى ما زالت على ما هي عليه. وفي اتجاه آخر، المغرب لم يحصل على الموعود من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وهو السيادة على الصحراء الغربية. فالمغرب وإسرائيل فشلوا في اتفاقية على ما أظن ولدت ميتة، والدليل على ذلك هو أن هذا النوع من الاتفاقيات العسكرية والأمنية من العادة هو يجرى في سرية تامة ولا يتم الإعلان عنه إلا بعد تطبيقه. ولكن كيف من الممكن أن نحكم بالفشل على اتفاقية ولا نسمع عن افتتاح وعن إنشاء مصانع أسلحة وتطوير العلاقات العسكرية والأمنية بين البلدين؟ كيف نحكم على الاتفاقية بالفشل؟ الاتفاقية النقطة الأولى من هذه الاتفاقية التي جريت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والمغرب وهو التطبيع مقابل الشرعية على الصحراء الغربية لم يجري، فالصحراء الغربية لا زالت تعتبر آخر مستعمرة في إفريقيا، الاتحاد الإفريقي لا زال يعترف بالجمهورية الصحراوية، والقضية ما لا زالت على ما هي عليه، فالبوليزاريو لا زالت تكافح كفاحا مسلحا ضد القوات الملكية المغربية على طول الجدار العازل. فمتى غير ما أتت به هذه الاتفاقية؟ مع ما أظن الرسالة الوحيدة التي تحاول المغرب اليوم إرسالها هو أنه سيتم إذا وصل المغرب إلى هذا الهدف وهو إنشاء مصنع للسلاح مشترك بين إسرائيل والمملكة المغربية، هو أنه على الأراضي المغربية سيصنع أسلحة ستستعمل ضد الشعب الفلسطيني، ولا أظن أن الشعب المغربي سيقبل. يعني أستاذ الطالب علي سالم، أستغل وجودك كذلك معنا، هنالك تبادل الاتهامات حول دور إيراني في الجزائر وداعم للجبهة، كيف تعاقبون على هذا الأمر وهذه الأنباء؟ هذا اتهام يعني قديم جديد، فالمغرب في محاولة تقربه من إسرائيل قبل التطبيع كان يتهم جبهة البوليزاريو بالتحالف مع إيران وبالتحالف مع حزب الله إلى آخره، لكن كل هذه الاتهامات سقطت مع الوقت لأنه لا يوجد أي دليل ولا توجد أي حجة على هذه الاتهامات. فالمغرب اليوم يحاول التقرب ليس فقط من إسرائيل، بل يحاول إنشاء بعض الاتفاقيات والحصول على الأموال من طرف الدول الخليج وخصوصا السعودية، ويحاول بذلك أن يخلط الأمور متهما جبهة البوليزاريو ومتهما الجزائر بعلاقات ومبادلات عسكرية مع إيران. لكن واضح للجميع أن لا أساس لكل هذه الاتهامات المغربية تجاه الناشط السياسي الطالب علي سالم. شكرا جزيلا لك على هذا الحديث وهذه الإفادة. قال سفير